لك مين احسن حارس مرمى في العالم؟ في العالم دلوقتي انا شايف النوير طبعا. والله نوير طبعا من افضل الحراس في العالم. ماشي، هو من افضل الحراس. كنت ده بالنسبه لي كان كاسياس طبعا. ده بالنسبه لي كنت بعشقه. ماشي، نوير بقى دلوقتي بيعمل حاجات كتيره جدا في الكوره صعبه، يعني بيعمل حاجات جديده زي ما شفنا ميسي مثلا ورونالدو بيطلعوا حاجات جديده. نوير بيعمل حاجات كتيره جدا، مش مع ان انا اقعد ارقص ورا، دي مش حاجه. لا بس هو يعني حارس بمواصفات ليبرو دي هو الافضل فيها. هو جول كامل. يعني بس هو دلوقتي مش في احسن احواله، يعني البعض في المانيا ابتدى، حتى العرش بتاعه في المانيا ابتدى يتهز شويه ناحيه تيرشتيجن. تيرشتيجن برضو مقدم يعني سنتين مع برشلونه مفيش احلى من كده، والبعض هناك كان مش قابل فكره انه يشوف حد بيحرس مرمى منتخب المانيا غير نوير. بس دلوقتي ابتدت الامور تختلف شويه. بص يا كريم، بعد الاصابه برضو نوير برضو اعتقد ان اصابته برضو عطلته فتره كبيره جدا. طبعا يعني بتتكلم بتاثر اكيد يعني. اثرت طبعا، اثرت فتره كبيره، ولكن هو ما زال الحارس بالنسبه لك الافضل في العالم. طبعا.